من كام يوم كده كنا تطرقنا للحديث عن البيئة وتأثر المناخ وبعض من نتائجه على البشرية كلها. في مادة بيدرسوها للولاد اليومين دول في بعض المدارس هي التنمية المستدامة. يعني ما ينفعش مع التطور والتنمية الاقتصادية يبقى في تأثير سلبي على المناخ، لأن ده نتيجته هتبقى مدمرة بالنسبة للعالم كله. في كلام ان الانبعاثات الكربونية اللي الدول المتقدمة ساهمت بأكبر نسبة فيه بسبب الثورة الصناعية والتطور الصناعي بتؤدي لذوبان القطب الشمالي وتأثيرات تانية كتير، وبالتالي ارتفاع في مستوى مياه البحار واللي هينتج عنه برضه تهديد شواطئ عديدة في العالم، ومنها مدن ساحلية ومنها أراضي زراعية. ده معناه إن الأراضي اللي بيتزرع فيها هتتأثر، وإن الجو اللي احنا نعرفه برضه بيتغير. يعني واحنا في مرحلة الشباب الواحد بيفتكر كده في الساحل الشمالي كان الواحد بيلبس جاكيتة بالليل في شهر أغسطس، ده من البرد، وادينا في أواخر سبتمبر دلوقتي والجو زي ما حضراتكم شايفين. يعني الأجيال الجديدة لازم تتعلم معنى التنمية مع الحفاظ على بيئتنا اللي هي ثروتنا الحقيقية. لازم يبقى في توازن، في عوامل كتيرة بتأثر على الاتزان البيئي ومنها على جونا وأكلنا وشربنا. طيب هنقطع دلوقتي المقدمة ونروح على الأمم المتحدة، كلمة أمين عام الأمم المتحدة، ونرجع تاني. المشكلة في عام 2020، وأنا على استعداد للعمل معكم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم. السيد سكرتير العام للأمم المتحدة، شكرا على هذا الاجتماع، وأشكركم على وضع إطار لهذه المناقشة وأن تحدد لنا هذا الاجتماع مسبقا من أجل وضع آليات. الآن أتحول الآن، والسؤال المطروح هو اليوم، هل الولايات المتحدة ما زالت من خلال بلومبرغ والسكرتير العام على استعداد أيضا للمشاركة في هذه المعاهدة؟ نعلم أن بلومبرغ وأن الولايات المتحدة ومنذ عدة أشهر هل يمكن الإدلاء بكلمة نعلم من خلالها السيد مايكل بلومبرغ أين نحن الآن من هذه الاتفاقية؟ شكرا جزيلا السيد سكرتير العام، أشكرك على هذا الاجتماع. ردا على هذا السؤال، هل نحن داخل أم خارج؟ داخل أم خارج هذه الاتفاقية؟ تريدون الإجابة على هذا السؤال؟ هناك أقاويل حول وسائل الاتصال والعديد من وسائل الاتصال الاجتماعي، وهذه الكلمات التي نتحدث عنها إنما تلخص ما قاله وقرار الرئيس الأمريكي ترامب عندما تحدث عن الخروج من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ. هناك رؤساء الجامعات وهناك عديد من المسؤولين يلتزمون باتفاقية باريس للبيئة، ولكن الحقيقة هنا أعتقد أنه يمكننا الولايات المتحدة على تقف على نصف الطريق من اتفاقية باريس، و يمكن المساهمة في وتفهم كل التشريعات والأعمال التي تلحق من أجل الإسراع في هذه الجهود. لدينا فرق مع أيضا العديد من المسؤولين والإيجاد آلية ونستطيع من خلالها الحد من الإشاعات ومن التسرب الإشعاعي والانبعاثات الحرارية. هذه الجهود تدعو دائما الأمريكيين والولايات المتحدة من أجل التخفيف من هذه الانبعاثات والكربون وكل العوامل التي تؤثر على التغيرات المناخية. هناك تقارير أصبحت متاحة أمام الأمم المتحدة نقدمها مثل كل دولة، ونعتقد أن العالم هو المسؤول، لديه مسؤولية الآن من أجل اتخاذ خطوات تتعلق بحماية المناخ.
المناخ والتغيرات المناخية. ومن ثم فإن الولايات المتحدة تعمل ومن خلال أكثر من 250 مدينة ومستثمرين أمريكيين للعمل على اتخاذ خطوات إيجابية وحول العالم. فنحن نعمل بصورة متعاونة مع كل رجال الأعمال ومن خلال توفير الموارد والخبراء ومن أجل المساهمة في مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي من أجل حماية المناخ. وكل يوم هناك جهود حثيثة تبذل من جانب الولايات المتحدة وكل الفاعلين في هذا المجال. وأعتقد أن القيادة الأمريكية تستطيع أن تضافر جهودها من أجل الوصول إلى نقطة إيجابية. وهذه هي مسؤوليتنا من أجل المساعدة وتشجيع الآخرين على فعل نفس الشيء. ومن ثم فإننا نعمل من أجل توفير حياة كريمة ورفاهية وحياة آمنة للأجيال القادمة ولأطفالنا. وأعتقد أننا على إيمان وثقة بأنه يمكننا أن نحقق ذلك وبعيدا عن التزامات الحكومة ولكن من خلال أيضا الشركات والقطاع الخاص. شكرا جزيلا مايكل بلومبرغ. أعتقد أن كنت تتحدث عن الساحل الغربي من قبل بين الساحل الشرقي والساحل الغربي. جيري براون. ده كان نقل حي من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كانت كلمة للأمين العام ثم كلمة لمايكل بلومبرغ. ومايكل بلومبرغ اللي كان مير بتاع نيويورك ومحافظ نيويورك واتكلم برضو على نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه وهو اتفاقية باريس للبيئة والانبعاثات الكربونية والتغير في المتغيرات المناخية. وهو بيقول يعني ده بعد ما أمريكا أعلنت انسحابها من اتفاقية باريس. بيقول إن أمريكا بتعمل على إيجاد حلول للأجيال القادمة مع مجتمع الأعمال ومع الإدارة والحكومة الأمريكية. لسه طبعا مش عارفين ومش فاهمين إيه الموضوع ده. نرجع تاني لما بنتكلم عن إن لازم يبقى فيه توازن وإن فيه عوامل كتيرة بتأثر على الاتزان البيئي ومنها جونا وأكلنا وشربنا. يعني هواء غير نقي، يعني أكل غير صحي، يعني مياه غير صالحة أو مكلفة جدا. في أكتر من 8 مؤتمرات تمت من سنة 90 لحد دلوقتي، مؤتمرات خاصة بالمناخ والحفاظ عليه، خاصة بالانبعاثات الدول المتقدمة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الخطوات الضرورية للحفاظ على بيئة أرضنا اللي هي إرث الأجيال القادمة. برضو نكمل تاني، هنروح لنيويورك هنتكلم نشوف مع الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية آخر التطورات في الزيارة أو في اجتماعات الأمم المتحدة الجمعية العامة رقم 72 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها. أستاذ عبد الرازق أهلا وسهلا بحضرتك معنا. آخر التطورات من ناحية اجتماعات الرئيس على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. حضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التقى مع الشخصيات المؤثرة والفاعلة والخبراء الاستراتيجيين والمخططين الأمريكيين. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية محتاجة إعادة صياغة جديدة من الجانب الأمريكي على أساس أو اعتبارات 30 يونيو. الولايات المتحدة للأسف ما زالت تنظر إلى مصر نظرة مختلفة. هناك مصر بترتكز في علاقاتها الدولية الجديدة على الشراكة والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واستقلال القرار الوطني. هناك بالفعل ملفات تحتاج لتوضيح أو محاولة إيضاح الرؤية المصرية تجاهها. أعتقد أن الرئيس ركز في لقائه على مواجهة التحدي الرئيسي لمصر وربما المنطقة والعالم وهو مكافحة الإرهاب. ومصر لها رؤية كبيرة وواضحة وعظيمة. كلمة سيادة الرئيس اللي قالها
في الاجتماع في القمة العربية الإسلامية بحضور أمريكي، أن الشخص أن الإرهابي ليس فقط هو من يحمل السلاح، ولكن هناك دول بترعى وتمول وتوفر الملاذ الآمن. مصر عضو في مجلس الأمن، مصر عضو في مجلس السلم والأمن الأفريقي، مصر لها دور كبير جدا في قوات في حفظ السلام منذ سنة 48. الملف الثاني اللي تحدث فيه سيادة الرئيس أن مصر بتواجه التحدي الاقتصادي، بتسير بخطى ثابتة في مجال التنمية من خلال مشروعات، من خلال مشروعات عملاقة، من خلال فرص استثمارية واعدة، من خلال إصلاح البنية الأساسية والبنية التشريعية بصدور قانون الاستثمار الجديد. أصبحت الفرصة مهيئة، مصر على مشارف مستقبل كبير وواعد. الأمر الثاني للسيادة الرئيس هيلتقي أعتقد أن في ملفين، حضرتك اتكلمت على ملف اللي هو مكافحة الإرهاب، وطبعا ملف التنمية ده موضوع هيتم عرضه، ولكن في أيضا ملف، وأعتقد أن الملف ده هيبقى له دور كبير في اجتماعات الجمعية العامة المرة دي، وهو تغير المناخ والموقف الأمريكي من انسحابهم من اتفاقية باريس. الرئيس زي ما احنا عارفين الملف ده بالنسبة للقارة الأفريقية مصر اللي متولياه، هل أنا كلامي مظبوط؟ صحيح. لا ده صحيح، وده يعني فكرة ان تستغل الدول الافريقية في دفن نفايات او انبعاثات او الاضرار بالبيئة والمناخ في المنطقة. نحن نريد صناعة آمنة، بحيث زي ما تفضلت حضرتك من قبل وقلت احداث توازن بين الصناعة وبين الحفاظ على البيئة، لان زي ما حضرتك بينتج عنها اكل ملوث او مياه ملوثة، او بالتالي تحتاج تصيب الانسان بامراض خطيرة، تحتاج رصد المليارات من الدولارات لمسألة العلاج وغيره، بالإضافة إلى تغيير الأجواء والمناخ. زي ما حضرتك برضو تفضلت قلت أن الساحل الشمالي كنا زمان بنقعد في جاكت، أعتقد أن ملامح الصيف وملامح الشتاء وفصول اختلفت، وهذا التأثير السيء للانبعاثات أو الإضرار بالبيئة. حضرتك كنت قلت أن في اجتماعات قادمة للسيد الرئيس، مع مين؟ هو لسه في الغرفة التجارية، لسه النهاردة كمان مجلس التفاهم الدولي، بكرة إن شاء الله كلمة سيادة الرئيس في الدورة 72 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعتقد أن ممكن نتوقع ملامحها. القضية أو الشغل الشاغل اللي بيشغل العالم وبيشكل خطر كبير عليه هو الإرهاب، ومصر قالت منذ سنوات وصدقت هذه الرؤية أن الإرهاب لا يقتصر على تهديد دولة واحدة، وربما يؤثر على المنطقة والعالم كله، وهذا ما حدث بالفعل. ومصر عندها تجربة ودروس مستفادة من خلال على مدار الثلاث سنوات الماضية من مكافحة الإرهاب وتحقيق نجاحات كبيرة. المواجهة المسلحة أعتقد ليست كافية، لابد أن العالم يتصدى لكل الدول الداعمة للإرهاب بالطبع، على رأسها قطر وبعض الدول الأخرى. في هذا الإطار الأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على المعلومات القيمة اللي حضرتك اديتها لنا. يعني نرجع برضو لموضوع التنمية المستدامة، ونرجع برضو لموضوع الحفاظ على البيئة، واعتقد يعني لو هنلخص الموضوع ان احنا في الاخر لازم نتكلم على سياسات تحفيزية علشان نحفز المواطنين في جميع دول العالم، زي ما في برا بيتعمل بنشوف سياسات تحفيزية لكل من يستخدم التطورات والتكنولوجيات صديقة البيئة، اللي يشتري عربية صديقة للبيئة بياخد محفزات، بياخد تخفيض في رسوم جمركية، اللي يحافظ على الطاقة في بيته بياخد محفزات معينة. يعني الموضوع محتاج نظرة جديدة، لأن في الآخر بنتكلم على تنمية مستدامة والحفاظ على البيئة وأكل وزراعة وهواء ومية، وده الملف اللي هنتكلم عليه في الفقرة القادمة، فخليكم في أسواق وأعمال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. اذا بنتكلم على تغير المناخ، بنتكلم على غذاء،
بنتكلم على جوع، بنتكلم على مفهوم الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الجيد للأسر سواء في العالم أو في مصر. ده موضوعنا اللي هنتكلم عليه النهاردة. ضيفنا وضيفكم الدكتور حسين جادين، وهو ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة باسم الفاو، وهو مقيم في مصر. دكتور حسين أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. مرحبا. ومعانا عن طريق اللايف فيو دكتور مجدي علام، وهو أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، وهو طبعا موضوع الساعة النهاردة. أهلا وسهلا بيك دكتور مجدي. أهلا وسهلا يا فندم. طيب خليني أبدأ مع دكتور حسين. أعتقد أن في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفة الفاو دي إيه وبتعمل إيه وعملت إيه لغاية دلوقتي. الفاو هي منظمة الزراعة والأغذية العالمية، هي منظمة للأمم المتحدة. هدفها الأول هو القضاء على الجوع ومساعدة الدول الأعضاء للقضاء على الجوع عن طريق بناء القدرات في الدول الأعضاء في قطاع الزراعي والموارد الطبيعية، إدارتها الإدارة المثلى. منظمة الفاو انشئت 1945 مع قيام الأمم المتحدة. مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الفاو، ولعبت دورا كبيرا في التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية، ولها دور كبير تلعبه في كل الدول الأعضاء. فإذا نظرنا إلى منظمة الفاو منظومة عالمية، هي من الدول من المنظمات التي تقف في خط الأمام في القضاء على الجوع في العالم. ونحن في العالم في هناك عندنا مشاكل كثيرة متعددة في الأمن الغذائي، من ضمنها التغيرات المناخية، وكيف الفاو تساعد الصغار المزارعين للقيام بالقضاء على الجوع في خلال في منظومة التغيرات المناخية. منظمة الفاو في المنطقة هنا لها مكتب إقليمي مستضافه مصر، ومكتب قطري مستضافه مصر من سنة 1987، والسنة الجاية إن شاء الله نحن نحتفل بالعيد 40 لمنظمة الزراعة والأغذية في جمهورية مصر العربية. للمنطقة؟ في المنطقة. منظمة الفاو مكتبها في جمهورية مصر العربية أسس عام 1952. نعم. ولها 19 ممثلية في المنطقة، شمال افريقيا والشرق. احنا لما بنتكلم على الفاو بنتكلم على زراعه بكل المحاصيل، ولا بنتكلم على زراعات غذائيه فقط؟ يعني مثلا القطن مش فيها الزراعه. في منظور الفاو لها عده اوجه: محاصيل، الثروه الحيوانيه، الثروه السمكيه، والاداره المثلى للموارد الطبيعيه. فالزراعه لا تعني فقط المحاصيل. الزراعه باوجهها المختلفه من الانتاج إلى أن يصل المحصول إلى المائدة. فتشمل منظمة الزراعة أعمالها الزراعة من نواحي الإنتاجية، من نواحي التعبئة، ومن نواحي الإنتاج، إلى أن يصل الطعام السليم إلى المستهلك. السلسلة الإنتاجية كلها. السلسلة الإنتاجية. نعم. لما بنتكلم على جوع، هل حضرتك بتقصد جوع إن أنا مش لاقي أكل خالص، مش لاقي أكل وأشرب، ولا في تعريف للجوع؟ في تعريف معين للجوع، وقبل يومين انشرنا التقرير العالمي للجوع في العالم، وهنالك الان زياده مضطرده في عدد السكان الذين يعانون من الجوع عالميا. من زياده مضطرده. نعم. من 800 مليون الان عندنا 815 مليون بمعايير الفاو للتعريف اللي هي الجوع. اللي هي ايه؟ في معايير معينه لعدم الحصول على الغذاء الكافي او الوجبه في اليوم. فهنالك كميه كبيره جدا من المواطنين في العالم لا يحصلون. انا اسف ان انا بقطعك. هل عدم الحصول على غذاء الكافي هنا بتقصد غذاء الكافي من ناحيه الـ 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 العناصر الغذائيه والفوائد الغذائيه، ولا بتتكلم على اكل عامه؟ الاكل عامه. اكل عامه. الاكل عامه، الاكل الصحي العام. فهنالك كميه كبيره جدا من الشعوب ليس لها القدره على اطعام الشعوب. والمشكلة الرئيسية عندنا هي في الفترة الأخيرة، حتى من الجوع أصبحت المشاكل أكثر في الدول التي فيها حروب أكثر.
ففي منطقتنا هنا في المنطقة العربية في مشكلة كبيرة جدا، في دول كثيرة لها مشاكل في الحروبات. فهذه هي الدول التي تأثرت كثيرا في أسباب الغذاء والحصول على غذاء. الغذاء قد يكون متوفر وقد ننتج كمية كبيرة جدا من الغذاء، بس ما فيش المقدرة للوصول إلى الطعام، في القيمة الشرائية مش موجودة. المواطنين الذين يعانون من الجوع ليس لهم وسائل للحصول على الطعام. وسائل من ناحية نقود ولا وسائل من ناحية إيه؟ من ناحية نقود للوصول إلى الطعام. قد يكون الطعام منتج في الدول، بس لا، هنالك مشاكل كثيرة من ضمنها عدم الحصول على العمل، عدم الحصول على الوصول إلى الطعام. إحنا بقى في مصر وضعنا إيه؟ جمهورية مصر العربية تعتبر من الدول الرائدة من ناحية بتاعة الأمن الغذائي. بس الأمن الغذائي نعم، في مشكلة بسيطة هي مشاكل يعاني منها في المحافظات الجنوبية ومحافظات الصعيد، في كمية كبيرة من المواطنين يعانون من مشكلة الأمن الغذائي، وعندنا مشاكل كثيرة في سوء التغذية في محافظات جنوب مصر في محافظات الصعيد. والمشكلة الرئيسية هي عدم توافر الغذاء الذي له تغذية عناصر غذائية صحية بالنسبة للسكان. فعندنا ينتج عليه ليه أثار؟ عندنا نسبة 28% من المواطنين يعانون من الجوع في محافظات مصر جمهورية مصر العربية، و10% منهم يعانون معاناة حادة من الجوع في بعض المحافظات حسب مقاييس الفاو للأمن الغذائي، اللي هي في العناصر الغذائية اللي الحصول الأكسس للأكل، الحصول على الطعام، الحصول على الطعام. نعم. في محافظات فيها ممكن يوصل ل 28%. في محافظات زي نعم. محافظات إيه؟ في الصعيد مثلا الأقصر، في أسوان، محافظات الصعيد فيها مشاكل كثيرة جدا مقارنة بمحافظات في الوجه القبيل. دور الفاو إيه هنا؟ دور الفاو طبعا الفاو تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية والمؤسسات المصرية للعمل على القضاء على الجوع من خلال القيام بمساعدات في السياسات والاستراتيجيات الزراعية وحصول على بعض الموارد لمساعدة بعض المواطنين الذين يعانون من الجوع. مثلا عندنا مشروع التغذية في 5 محافظات بجمهورية مصر العربية، في الفيوم وبني سويف وسيوط وسوهاج وأسوان. فالمشروع ده من خلاله نحن بنحاول نساعد الأسر الذي ليس لها إمكانية للحصول على غذاء. هناك معايير معينة المشروع قام بأدائها، والمشروع هدفه هو نشر الوعي من خلال التغذية الحسنة وكذا. والمشروع يقوم كذلك بدعم بعض الأسر الفقيرة من ناحية إنتاج الطعام وزيادة القدرات للمزارعين، صغار المزارعين على إنتاج محاصيل أكثر ومحاصيل غذائية أكثر. عندنا كمان قرض دوار للأسر الفقيرة حتى يتمكنوا من إنتاجية طعام مناسبة. وهنا عندنا مشكلة تانية اللي بتتولد هي موضوع التقزم والنتائج الناتجة عن سوء التغذية. انتوا كان في جولة الأسبوع اللي فات في محافظة بني سويف، وكان في مشروع لتحسين الأمن الغذائي اللي في مصر. أعتقد أن كان في وفد من الفاو كان زار محافظة بني سويف الأسبوع اللي فات. نشوف نعم. التقرير عن الزيارة دي نعم. ونرجع نكمل مع حضراتكم. شكرا. بهدف زيادة التشجيع على الفهم الأفضل لرؤية الفاو لعالم خال من الجوع وسوء التغذية، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتنصيب دارين الخطيب سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة لشؤون القضاء على الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. أنصبي كسفيرة النوايا الحسنة باستمر سنتين، وإن شاء الله بهالسنتين أقدر أعمل فرق بمصر وبالعالم العربي. هلأ لزيارة اليوم كانت كتير حلو لما تشوف الحكي مش حكي عم يتطبق، يعني تشوفي تروحي على أرض الواقع وتشوفي أنه كل النظريات والحكي اللي عم نحاول نعمله عم يلمس حياة أشخاص حقيقية. دارين هي
كانت صحفية معروفة وكانت تعالج موضوع الأمن الغذائي والتغذية منذ سنين عديدة وعندها تأثير كبير في المنطقة ولذلك تم اختيارها. هذا المشروع مشروع نموذجي على مستوى الإقليم ككل يطبق اليوم في مصر وفي كذلك بلدان أخرى وهو يدخل مقاربات جديدة تربط ما بين المزارع من جهة والتغذية الحسن من جهة أخرى. قامت سفيرة النوايا الحسنة وأعضاء المنظمة بجولة تفقدية في محافظة بني سويف لمشروع تحسين الأمن الغذائي والتغذوي الأسري في مصر من خلال استهداف الشباب والنساء وذلك لمعرفة مدى استجابة المزارعين والنساء من انضمامهم للمشروع. احنا بقى كبرنا المشروع معاهم شوية ان احنا هنبقى بدل 300 مشروع يبقى 2300 مشروع. بنستهدف 25,000 فرصة عمل هي بناء بيبقى مبنية على ان باخد المنتجات الزراعية من الحقل الى التصنيع في المنازل الريفية او الوحدات المحلية القريبة من المنازل الريفية ان احنا نعمل مستوى عالي من التصنيع في اقل مساحة. يعني هم قالوا لي الفكرة وانا استفدت ان انا زود دخل بنفسي. ازاي؟ ان انا اختار التقاوي المناسبة، اختار التربة المناسبة اللي هزرع فيها التقاوي دي، اقدر افرق بين الصالح واللي مش كويس. يعتبر الوصول الى عالم خال من الجوع هو احد اهداف التنمية المستدامة والتي تعمل عليها المنظمة بالتعاون مع الحكومة والشركاء الاقليميين لتعميم الامن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة واحداث فارق في العالم بحلول 2030. نسمة شفعي اون لايف. طيب عايزين نروح للدكتور مجدي علام. دكتور مجدي علام أمين اتحاد خبراء البيئة العرب. دكتور مجدي، النهاردة لما بنتكلم على موضوع الجوع وبنتكلم على الأمن الغذائي ده بيفرض علينا فتح ملف التغير المناخي واتفاقيات البيئية اللي بتتم والتغير المناخي وتأثيرات اللي على الجو ومن ثم على الزراعة ومن ثم على تغذية المواطن أو المحاصيل الغذائية اللي موجودة. التحديات اللي قدامنا قد ايه؟ هي تحديات التأثير المناخي على الأمن الغذائي على العالم كله عديدة وخطيرة، لأنه الحقيقة احنا بنفقد كثير من الموارد الطبيعية القادرة على انها تنتج غذاء للعالم. يعني مع انتشار ظاهرة الجفاف وظاهرة التصحر التي يتسبب فيها تغير المناخ تفقد مثلا مصر سنويا 25,000 فدان. المنطقة العربية يمكن نسبة الفقدان فيها بتتجاوز 14% من الأراضي الصالحة للزراعة المنتجة للغذاء. وعلى فكرة موضوع الجفاف والتصحر مش واخد حقه في الاهتمام، يعني دايما تغير المناخ احنا نبص على طول على ارتفاع مستوى سطح المتوسط واحتمال ان اجزاء من الدلتا يعني تنتمر من المية المالحة أو المية المالحة تغزو شمال الدلتا. في تقدير بعض العلماء والتقارير الدولية إن في 200 كيلومتر مربع من شمال الدنيا الدلتا متأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر، وإنه السور أو السد اللي عمله محمد علي عند أبو قير نزل الحد بتاعه تحت مية البحر. التخوف من غزو المياه المالحة للتربة في شمال الدلتا بنخلينا نزرع محصول الرز علشان يبقى فيه نوع من المياه الكثيفة التي تصد غزو المياه المالحة، وده بيحد وزارة الزراعة انها تمنع زراعة الأرز في شمال الدلتا خوفا من ان المياه المالحة تغلب على التربة وبالتالي تتأثر اكتر بتغير المناخ. الثلاث ظواهر سواء ظاهرة التصحر التي تزحف فيها الكثبان الرملية أو السفة اللي هي الرمال الدقيقة جدا اللي تحملها الرياح وتغطي المساحات الخضراء من الزراعات في الأراضي الصعيد بالتحديد أو الأراضي في الصحراء الغربية المتخمة للأراضي الرملية، وزحف الصحراء عليها يشكل أحدى مشاكل الجادة لتغير المناخ. ثم تملح جزء من تربة شمال الدلتا بسبب غزو المياه المالحة جزء آخر. الموضوع الأخطر وهو أن زيادة درجة الحرارة بتزيد البخر. يعني احنا عندنا بحيرة ناصر قد يصل نسبة البخر فيها إلى أكثر من 20%. مسطحات المياه اللي منقولة في الترع المفتوحة
والمنقولة في فروع النيل وفي الرياحات سواء رياح المنوفي أو غيره بيحصل فيها نسبة بخر عالية أثناء ارتفاع درجة الحرارة بيحدد من قدرة الموارد المائية اللازمة للزراعة. يمكن ده اللي خلى مصر تلجأ أنه الرئيس السيسي يستورد ويصنع 100,000 صوبة زراعية مرة واحدة لتكون قادرة على أنها تحقق جزء من سد فجوة الغذاء. مصر بتسد فجوة من هذا الغذاء بالاستيراد بعملة صعبة لكمية ضخمة من القمح، لأن أنت مش قادر تزرع 8 مليون قمح، بتزرع جزء منها برسيم عشان عندك ثروة حيوانية ما تقدرش تزرع كل المساحة قمح، فبتتأثر ماليا وبتتأثر بيئيا وبتتأثر اقتصاديا. ثم الأمن الغذائي اللي فيه أكثر من شكل، شكل عدم وجود الغذاء نفسه أو قلة الوصول ليه، وده بيشكل أحد الأسباب الرئيسية، لكن فيه ده الأندر نيوتريشن، الواحد بياخد كمية أقل من اللي مطلوبة من الغذاء. في المال نيوتريشن بقى، إنه بيتغذى بس بيتغذى غلط، نسب المكونات الغذائية المفيدة تزيد فيها نسبة الكربوهيدرات وبيقل فيها البروتينات وبيقل فيها العناصر الغذائية. هل ده دور مثلا، هل ده يبقى دور الفاو ولا دور اليونيسف ولا دور الدبليو اتش او ولا دور نحن كحكومة ولا دورنا كلنا؟ لا، هو الدور الأساسي في كل دولة للحكومة المسؤولة عنها الدولة، والهيئات الدولية تطلب منها الحكومة الدعم في المجالات التي ترى ليها أولوية. الفاو الحقيقة بتساند مصر في حاجتين رئيسيتين. الحاجة الأولانية زيادة الرقعة الزراعية، لأن احنا داخلين في 1.5 مليون فدان جديدة علشان برضو تحل مشكلة الأمن الغذائي وأنه يعود الإنتاج الزراعي الدخل الأول لمصر مرة أخرى. والحاجة التانية هي بتدخل لك تكنولوجيا حديثة، يعني بتقول لك اروي الفدان ب 25 متر مكعب مش ب 100 متر مكعب، واستخدم معاه طاقة شمسية بدل ما تستخدم مكنة ري فبتحرق فيها ديزل فتزود مشكلة المناخ. وبالتالي الفاو بتخش بالتكنولوجيا الحديثة وبتخش بتنويع مصادر الغذاء وبمحاصيل جديدة، يعني المحصول اللي كان الفدان بينتج 3 طن ممكن ينتج 6 و8 طن من و12 أردب من القمح مثلا، أو أنك تزرع محاصيل تتحمل درجات الجفاف والملوحة اللي المناخ بيسبب فيها. فالتكنولوجيات الحديثة في الري، أنك تبطل ري الغمر ده ما ينفعش، احنا من أيام الفراعنة وإحنا بنروي بري الغمر، يعني ما كانش عندنا مشكلة في في المية. النهاردة احنا لازم نحافظ على المية بتاعتنا، بس انت عندك النهاردة محدودية. ايوه دكتور حسين، انا عايز انتقل لدكتور حسين، ان دكتور مجدي بيقول ان انتوا دوركم اساسي في تقديم المشوره وفي تقديم الاحدث وافضل الممارسات العالميه اذا جاز التعبير. لما تيجي تقول للحكومه المصريه دلوقتي تقول لها انا برشح لك انك تهتمي بواحد اتنين تلاته، تقول لهم ايه؟ طبعا احنا مع الحكومة المصرية عندنا اتفاقيات معينة نعمل من خلالها، وواحد من الاتفاقيات الموجودة بين الفاو والمنظمات هو إطار البرمجة القطري، وهذا إطار يقوم العمل به بين الفاو وبين الدولة، والدولة لها أولويات والفاو الدور بتاعها تخط تضع التكنولوجيا والنظم الحديثة تحت يد الدولة والخبرات للعمل على زيادة الإنتاجية، تحسين الرقعة الزراعية، زيادة الإنتاجية من المياه كما قال الأخ مجدي. في نتائج إيجابية؟ مش بالضرورة أنك تسقي بالفدان الواحد 25 متر مكعب، ففي طرق جديدة وحديثة جدا احنا بنزعى بنشتغل مع الحكومة لتنفيذها في بعض المناطق وبالذات في المناطق الجديدة في الصحراء. ففي بعض النتائج شفناها نحن حديثة، استخدام الطاقة في الري في منطقة البحيرة، مشروع ممول من التعاون الإيطالي، الطاقة الشمسية وإدخالها على الشبكة. هنالك سياسات أخرى من جانب الدولة، قامت الفاو بالتعاون مع الدولة لتغيير نظم الري في زراعة الأرز من الغمر إلى المصاطب،
فهذه كلها تكنولوجيا حديثه قامت الفاو بيدخلها مع بالنسبه للدوله. ف احنا احنا عندنا على الهواء دلوقتي ناقلين لحضراتكم مؤتمر صحفي لرئيسة وزراء بريطانيا ورئيس وزراء كندا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع الدكتور حسين جادين والدكتور مجدي علام، ونسأل سؤال: اخبار التغذية المدرسية ايه علشان نطلع جيل ونشأ كامل البنيان؟ خليكم في أسواق وعمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. ضيوفنا النهاردة الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة بالفاو في مصر، والدكتور مجدي علام أمين اتحاد خبراء البيئة العرب. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. دكتور مجدي، لو هنتكلم على التغذية المدرسية، احنا عندنا مشكلة دلوقتي او تحدي، مش هقول مشكلة، ان احنا محتاجين نشأ كامل البنيان، نشأ علشان هو اللي يقوم البلد في الفترة القادمة ويبقى قادر على العمل والانتاج والتنمية اللي احنا بنسعى اليها. ايه اللي احنا محتاجينه في موضوع التغذية المدرسية؟ هو الحقيقة من أهم البرامج اللي الدولة المصرية بتنفذها في مجال الأمن الغذائي على الإطلاق هو التغذية المدرسية لطلاب المدارس. أولاً أنت بتديله وجبة المفترض أن الخبراء منوعين فيها العناصر الغذائية التي تخدم نمو جسد الطفل في هذه المرحلة العمرية التي تحتاج إلى عناصر غذائية تزيد هذا النمو. ثانيا بتصل لكل طفل في الريف وفي المناطق البعيدة، فلا تعاني من قلة الغذاء فيها بالنسبة لهذا الطفل، وبتتأكد أنها ليست دعم مالي ولكنه دعم عين غذائي يصل إلى الطفل في يده، وبالتالي فهي فائدة مباشرة. الجزء الأهم في هذا الموضوع، أنت بتتعامل تقريبا مع حوالي 22% من السكان في مصر، وكأنك بتدعم 22% من السكان في مصر، وانت بتتكلم على تقريبا 13 مليون طالب يعني. فوصول الوجبة الغذائية لهذا العدد الضخم في غاية في هذه الأماكن النائية، احنا الحقيقة بنتمنى ان السيد رئيس الوزراء يدعم هذا البرنامج بمزيد من التحسين في التعبئة والتغييف، لأنه أعتقد ودكتور مجدي أنت عارف هنا السيد رئيس الوزراء هيجي لك في الآخر هيقول لك إيه، طب منين، فين الفلوس، هي دي معادلة. ويمكن هنا برضو نسأل الدكتور حسين. لا لا، هو في الموضوع ده الحقيقة ما قالش فين فلوس. لا هو عنده كمية ملفات كبيرة، هو لازم يطلع فلوس في الآخر، فهو برضو الوضع في قطاعات عديدة طبعا في الموضوع ده الحقيقة ما النشأ بتاعنا هو أولوية. صحيح. خليني بس قبل ما أختم مع حضرتك دكتور حسين، في خبر، في بيان صادر من رئاسة الجمهورية عن مقابلات الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، وهو قابل النهاردة مجموعة من الشخصيات اللي ليها تأثير في المجتمع الأمريكي، وبتضم عددا من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا حضراتكم عارفين أن أمريكا مش بس واشنطن والكونغرس والبيت الأبيض، لا، دوائر الفكر ومراكز الأبحاث مهمة جدا، والمنظمات المختلفة مهمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبنعرض على حضراتكم شوية صور. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال طبعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض التطورات على الساحة الداخلية في مصر وحربها ضد الإرهاب والتطرف على مدار السنين اللي فاتت. الرئيس كمان تطرق إلى موضوع التنمية الاقتصادية ومسيرة التحول الديمقراطي وأوضاع حقوق الإنسان
في مصر وموضوع أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى الرد طبعا على آخر مستجدات على الصعيد الفلسطيني ودور مصر في الوصول إلى تسوية هذا الملف مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، وموضوع قطر وموقف مصر الثابت من عملية التصدي بفاعلية للأطراف الداعمة للإرهاب، والخطوات الخاصة بأوضاع الجمعيات الأهلية والقانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، الرئيس رد عليها في إطار هذه اللقاءات. آخر سؤال للدكتور حسين، موضوع التغذية المدرسية نعمل فيه إيه؟ منظمة الفاو لها دور كبير في التغذية المدرسية، ومنظومة الفاو قامت باحتكار منظومة في التغذية المدرسية قام باختراعها أو تنفيذها المدير العام الآن لما كان هو وزير الأمن الغذائي في البرازيل، وأصبحت تعرف بالبرازيل نظام البرازيل للتغذية المدرسية. والفاو تؤمن إيمان تاما أن التغذية المدرسية تبدأ من تغذية المجتمع، والتغذية المدرسية في منظومة الفاو ليست إعطاء الطعام للطلاب، ولكن تمكين المدارس والمجتمع من إنتاج الطعام وإعطائه للطلاب. ونحن نعمل الآن إنتاج الطعام، تمكين المدارس من إنتاج الطعام وإعطائه للطلاب. والآن لنا تجربة بسيطة بعد زيارة الأمين العام إلى مصر في شهر مارس ومقابلة السيد الرئيس، اتفقنا معا مع السيد وزير الزراعة بالقيام بنظام الوجبة المدرسية في بعض المحافظات التي يقوم فيها مشروع التنمية التغذية الذي شفناه في بني سويف الأسبوع الماضي. فإن شاء الله نحن حنشتغل مع مدارس زراعية لها دور في التغذية في التعليم للطلاب، ومن خلال وزارة التربية والتعليم ومن خلال السيد مدير الوطني للتغذية الدكتور علاء عزوز نقوم بتطبيق نظام الفاو في احدى المدارس، وان شاء الله للتجربة الناجحة اللي تمت في البرازيل نقوم بتطبيقها في جمهورية مصر العربية. بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نحن سعيدين جدا حسين جادين، وان شاء الله يبقى عندنا لقاء مطول نعرف فيه اكتر عن المشاريع المختلفة لمنظمة الفاو. الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في مصر المعروفة باسم الفاو. شكرا جزيلا. شكرك، شكرا جزيلا. الدكتور مجدي علام أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على مشاركتك معنا، ولكني مهتم جدا ان احنا نكمل حديثنا في موضوع تغير المناخ والتأثير والمفروض ان احنا نستعد ازاي في الفترة اللي جاية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم على مشاركتكم، واعتقد ان من مهم جدا ان ملف التنمية المستدامة اللي بيعلموها المادة دي اللي بيعلموها دلوقتي لبعض من التلاميذ في بعض من المدارس، المهم انها تبقى معممة في المدارس كلها الاجيال القادمة. بشكر حضراتكم وبكرة يوم جديد وبرنامجكم اسواق وعمال.